ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد تداول شريط فيديو لشابة تتكلم بشكل غريب، صرحت أختها أنها تعاني من مرض نفسي أصيبت به جراء صدمتها من خطوبتها التي ربما لم تكن ترغب فيها. وقالت شقيقة الشابة أن الصحفي الذي حاور شقيقتها على إثر الشريط المتداول استغل مرضها الذي بدأ منذ سنة 2018 ولم يراعي لحالتها النفسية التي عانت معها العائلة وبحثت كل السبل لمعالجتها، حيث أخبرهم الطبيب أول مرة أنها تعاني انهيارا عصبيا، وبعدها اكتشف أنها تعاني من مرض نفسي حيث تأخذ الأدوية لحد اليوم. وتضيف الشقيقة إلى أن أختها تخلط بين الواقع والخيال، حيث قالت في الشريط إنها حامل بأربع أشهر وخطبتها لم تتجاوز شهرا واحدا، مردفة أنها لم تكمل دراستها بسبب المرض وكانت تدرس الشريعة الإسلامية وتحفظ جزءا من القرآن الكريم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.